الوزير، كيف ترى مستوى التعليم في مصر خلال السنوات التعليم في مصر؟ طبعا يعني محدش ينكر انه به مشاكل كثيرة، محتاج تطوير كبير، محتاج ان احنا يعني نكسر بقى التابوهات اللي تعودنا عليها، محتاجين ننسى بقى حكاية الامتحان من المنهج والمنهج من الامتحان والصفحات والكتاب والحاجات ده، الحاجات دي لازم نعرف انه التعليم ليس كتاب ومنهج، التعليم بناء شخصية واعداد لمستقبل. هذا البناء يتطلب بناء من جميع النواحي، من علمي المادة اللي انت بتدرسها، وثقافي انك لازم تعرف كل حاجة حواليك وتشوف الثقافات المختلفة، ورياضي لازم تلعب رياضة، وفني تمارس الأنشطة الفنية المحترمة الهادفة، كل الحاجات دي مع نظام بقى تعليمي يخليك لا تحفظ للامتحان ولكن تعرف المعلومة وتعرف العلم لكي تمارسه ولكي تستفيد منه. هل نحن في حاجة أن تواكب الجامعات المصرية التطور في التعليم من أجل أن يتخرج الطالب ويلاقي فرصة عمل متاحة ليه؟ يعني طبعا احنا محتاجين ان احنا يكون تخصصاتنا تخصصات حديثة، تخصصات مطلوبة، لكن في حاجة برضو مهمة جدا لازم نراعيها، انه احنا عندنا ظروف اقتصادية، عندنا قلة يعني ضيق في سوق العمل، فهذا ليس معناه ان احنا التخصصات الجديدة او التخصصات اللي مش محتاجينها دلوقتي او الحاجات اللي ملهاش مجال في العمل دلوقتي وهي مفيدة جدا ان احنا ما نعلمهاش. لابد ان نستعد. مين بقى هي موضوع البيضة الاول والفرخ الاول؟ يعني هل لابد ان نستعد ولابد ان نخرج خريجين في مجالات عمل متقدمة؟ هم دول اللي هياخدوا يقودوا المسيرة، وهم دول اللي هيدخلوا العلوم الحديثة، وهم دول اللي هيفتحوا اسواق جديدة للعمل. كلمة أخيرة عن الأحداث اللي حصلت في مصر امبارح من تفجير الكنيستين. الأحداث اللي حصلت امبارح دي أحداث للأسف يعني بقالها فترة، لكن على مدار التاريخ هي أحداث غريبة على الشعب المصري. طول عمرنا بنعيش في سلام، طول عمرنا بنعيش مع بعض، ما عندناش اي مشاكل، انما قدرنا، قدر مصر الحقيقة يعني انه دولة لها قيمة، لها تاريخ، لها ثقل، وبالتالي لها اعداء ولها يعني ناس كتير من الداخل ومن الخارج هدفهم ومصلحتهم انه تتكسر وحدة مصر وان تضعف مصر علشان ما تبقاش احسن من الدول اللي حوالينا اللي احنا شايفينها. فده هيتصلح بحاجات كتيرة جدا، اولا بتعليم جيد، بتثقيف جيد، بعقاب رادع لمن يرتكب جريمة، لانه اللي بيرتكب جريمة ده لا يصلح معاه ان انت تثقفه ولا تعلمه ولا تقوله عود اعلمك الاخر وغيره. من يرتكب جريمة لابد ان يلقى العقاب والقصاص اللي ربنا سبحانه وتعالى امر به. فانا في هذا المجال الحقيقة انا بعزي مصر كلها، مش بعزي الاقباط، انا بعزي مصر كلها لسببين اتنين. اولا انه اللي ماتوا دول مصريين، وأظن الضابط اللي مات في اسكندرية والضابطة والناس الشباب اللي ماتوا في اسكندرية دول ليسوا أقباط ولا حاجة، كل دول مصريين، فكون يستشهد حاجة 40 واحد يعني مصريين فهذا ألم شديد. الحاجة التانية أنه للأسف، ودي برضو حاجة يعني أعزي فيها مصر، يعني أنه من قام بهذه التفجيرات هم بعض أبناء مصر، طبعا قد يكون وراهم حد خارجي أو كذا، لكن للأسف يعني أنهم أبناء هذه البلد وعاشوا في خيرها هم وأهليهم كلهم. شكرا جزيلا.